حركة ونشاط تعرفه ملبنة سيدي خالد بولاية تيارت، تحضيرا لتوفير مادة الحليب خلال شهر رمضان المبارك، رغم أن الحصص الممنوحة يقول بعض الموزعين غير كافية بالنظر إلى الطلب المتزايد بشهر الصيام. يعطونا 2400 شكارة وعندنا 3 جور ولا زادونا، رانا عندي 3600، وهذه الكمية غير كافية. أمر ماهوش من ملبنة سيدي خالد، باش نتفاهموا زين، قال لك من عند المدير مجمع الديوان راهم داروا لنا لاليز، قال لك جيت من عندهم. يعطوني 140 صندوق وانا ما تكفيش عين كرمس، وقالوا لي زادوا، قالوا لي سيدي عبد الرحمن، سيدي عبد الرحمن شكون يدي لها ذروه؟ قال لك دبر راسك شوف كي يدير، ما ماذا بيا كيما قال لها يزيدوني الحليب. لارجين برج بن عام مش كافيه 100%، مي مليحه خير من اللي كانت. اي كانوا يعطونا 160 ودوك يعطونا 270، صافي زاد غطات شويه كومر. من جهتهم مسؤولي ملبنة سيدي خالد يؤكدون الزياده في الانتاج خلال رمضان والتي قد تتجاوز 200,000 لتر يوميا. بالنسبه لشهر رمضان راح تكون كميات اضافيه، كذلك ممكن نوصل حتى ل 200,000 او 220,000 يوميا، وهذا قصد امتصاص الضغط الموجود على مستوى ولاية تيارت. بالنسبة للموزعين المعتمدين لدى الملبنة عندها 45 موزع على مستوى الملبنة، فيه كذلك نقاط بيع معتمدة من طرف الملبنة اللي وصلنا بها إلى 6 نقاط بيع. تبقى ملبنة سيدي خالد الملبنة الوحيدة التي تزود الولاية تيارت في وقت يسجل زيادة الطلب على حليب الأكياس برمضان، والذي لن يعرف الوفرة إلا بتضافر جهود كل الفاعلين، بداية من الإنتاج إلى التوزيع وصولا إلى المواطن.